بدأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تلقي قبول ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية المبكرة بالبلاد وحتى 9 من الشهر الجاري بعد وفاة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي. المزيد في سياق هذا التقرير. بعد انتهاء فترة الحداد الرسمية على الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، تدخل تونس معترك انتخاب رئيس جديد. اشتعلت معه بورصة الترشيحات التي اشتملت على أسماء رئيس الوزراء زعيم حزب تحيا تونس يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي. الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بعد وفاة الباجي قائد السبسي تسببت في إرباك الكثير من الأحزاب والشخصيات السياسية بالبلاد، أبرزهم حزب نداء تونس الذي قرر مكتبه السياسي تفويض قيادة الحزب في مسألة اختيار مرشح للحركة لخوض الانتخابات المقرر إجراؤها منتصف شهر سبتمبر سواء من داخل الحزب أو من خارجه، فيما حسمت مجموعة من الشخصيات السياسية أمر ترشحها للانتخابات الرئاسية، منها رئيس حزب البديل التونسي المهدي جمعة والقيادي السابق في حزب نداء تونس ناجي جلول. وتشكل انتخابات رئاسية مقبلة في تونس منعطفا في تاريخ البلاد وسط مناخ سياسي مشحون، إذ يتزامن إجراؤها مع بدء الحملة الدعائية للانتخابات التشريعية المقررة في 6 أكتوبر المقبل. وفي الوقت الذي ينشغل فيه المرشحون المحتملون بالإعداد للانتخابات الرئاسية المبكرة، يثير غموض هوية الرئيس المرتقب لتونس مخاوف التونسيين بشأن المستقبل وسيناريوهات التي ستنتهي إليها البلاد بعد أن طوت مرحلة سياسية مع وداع الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.